كنت مهتم بالكلاسيكو وكنت مهتم بالديربي الانجليزي، لقيت ان في خبر كده بصراحه هو ما صدمنيش، هو ضحكني بصراحه اكتر ما هو صدمني، اللي هو اخبار جايه من قطر ان يوسف البلالي بيتعرض لمضايقات من الصحافه القطريه، وبيتقال ان يوسف البلالي بيتعاطى منشطات وان ناديه على وشك الفسخ التعاقد معاه. هي الكلام ما اتقالش كده صريح، الكلام اتقال ان في لعيب في نادي كبير، وكلام الصحافه الصفراء اللي احنا عارفينه ده، اللي هو في نجم ما في فريق ما هيتم فسخ التعاقد معاه ان هو تناول المنشطات للمره الثانيه على التوالي. ومش عارف انا ربطه ازاي بين الاخبار دي ويوسف البلايلي، لان يوسف البلايلي هياخد منشطات عشان يلعب في الدوري القطري، اللي هو يا جماعه طب ازاي؟ طب ما هو بالعقل، ربنا يعرفوه بالعقل. يعني يوسف البلايلي مستعد ياخد منشطات ويضيع مسيرته في عالم كره القدم علشان خاطر يلعب في الدوري القطري مع قطر القطري قدام الغرافه وقدام الدحيل؟ ازاي يعني؟ فين المنطق بتاعكم يا جماعه؟ هل يوسف البلالي محتاج انه ياخد منشطات اصلا عشان قطر يكون واحد من افضل نجوم الدوري القطري؟ لا، هو كده كده من افضل نجوم الدوري القطري حتى هو في اسوء حالاته، فانتوا بتتكلموا في ايه بس؟ ما هو الواحد عايز يعرف مين اللي ربط الاخبار دي مع يوسف البلالي. ممكن يكون اي لاعب تاني في الدوري القطري بيتعاطى منشطات، حاجه عاديه وطبيعيه، انما مش يوسف البلالي، لان يوسف البلالي اتعرف عنه ان هو لعيب مشاكله الكتير كانت مع المدربين اللي اشتغل معاهم في مسيرته في الكوره كانت بسبب انه لعيب عنده فرديات عاليه جدا ولاعيب ما يسمعش كلام المدربين. فيوسف البلالي ما كانش الموضوع بيتعلق بالجهد البدني خالص، الموضوع كان بيتعلق ان مفيش مدربين كتير عرفوا يتعاملوا مع يوسف البلالي ب يعني فنياته العاليه وبشخصيته الغريبه. فلو في مديرين فنيين كانوا عارفين يتعاملوا مع يوسف البلالي كويس جدا، اعتقد ان البلالي ما كانش دلوقتي بيلعب في قطر، اعتقد ان هو كان مكانه الطبيعي دوري انجليزي، دوري اسباني، حتى على الاقل دوري فرنسي. فلما تيجوا تتكلموا على ان الاخبار دي بتتربط مع البلالي، يبقى بصراحه العيب في اللي ربط الاخبار دي بالبلالي، مش العيب في يوسف البلالي والرد اللي رده ولا والده والرد اللي رده، لان بصراحه اللي ربط الكلام ده مع يوسف البلالي هو اللي محتاج علاج نفسي. لان زي ما قلت لك كذا مره في الفيديو، هل يوسف البلالي محتاج ان هو ياخد منشطات عشان يكون نجم من نجوم الدوري القطري؟ الراجل لعب 7 ماتشات جايب 4 اهداف يا باشا، يعني غير ان هو ماشي من الاهلي السعودي مش علشان هو كان لاعب سيء، لا علشان هو ما كانش عنده صبر ان هو يقعد ويتكيف مع الفريق لا اكثر ولا اقل. ف يعني علوها قبل ما تتكلموا وقبل ما ترموا تهم على لعيبه، الموضوع مش هيسقط يوسف البلالي من السماء للارض، لا الموضوع هيسقط الناس اللي بتتكلم وبتدافع على يوسف البلالي، لان يوسف البلالي اكبر بكتير من ان هو يلعب في الدوري القطري، مش اكبر من ان هو ياخد منشطات. فهمت القصه راحت لفين وجت منين؟ انا عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، اما لو ما فهمتش فما حدش بيفهم اي حاجه بصراحه، وهي دي ضريبه النجاح، انك تقرر ان انت تروح تلعب في دوريات تعبانه علشان خاطر تلم فلوس، فتتحمل الكلام الكتير اللي هيتقال عليك.